البنات كيف صبحتوا؟ مزيان، صحيحه مزيانه، المورال طالع اليوم، كلشي مزيان، نهاركم مبروك ان شاء الله بالصحه والسلامه. كيما كتشوفوا اليوم اليوم انا غندير واحد طبق اللي هو صومو صومو الحوت. هكذا الحوت، هكذا صومو، طريفه تاع صومو. طريفة تاع الصومو اللي غادي ندوزهم في المقلة مع شوية ديال الزبدة، حسهم يكون العافية مهيلة باش يطيبو من الفوق ومن تحت، يتحمرو على هاد الوجه هذا. غادي ندير نوريكم الصلصة ولا لاصوص اللي كتمشي معاهم. هنا عندي جوج طريسات تاع التومة حامضة، وغادي نمشيو نجيبو شوية الربيع من الجردة. هنا عندي جوج كيسان ديال الماء من هذا، غادي درت فيه الملحة، وهنا غندير فيه قياس معلقة ديال الزبدة. هذا الروز اللي غادي يمشي مع هذاك الحوت، سمحوا لي، غير هذا ملي كنخويو فيه درنا فيه شوية الملحة. هنا عندكم الاختيار، اللي بغى يقطع شي خزويرق وقا يديرها فيه ولا فلفلة. أنا بغيت نخليه غير هكا أبيض باش هذاك الروز اللي غادي نديرو في داك الماء، وغنحركو غير مرة وحدة وغنقصو، نديرو العافية مهيلة باش كيطيب. تنحركو غير مرة وحدة ومن بعد تيفيني. دابا درنا كاس من هذا ديال الرز، غنديرو جوج كيسان ديال الماء. غندير العافية مهيلة وغنساو واش كاين. الحوش راني درت واحد جوج معالق ديال الزبش و درتهم فيه، درتهم على هذاك الوجه الاحمر ماشي على القشره ديالو. عندي واحد جوج تومات هنا اللي كنقي، التومات ديالي شفتهم، غادي نحاول نقطعهم هكا نقاط. المقلة هكا، دابا غنرمي عليهم واحد جوج معالق ديال الزبدة. صافي الحمض نشال لي فيها واحد العصره هكا على حسب صح. هذه الصلصه فيها ديك الثومه، باقي غنزيد عليها شويه الربيع حتى كيطيب داك الشيء مزيان. الحوت راهو على كيطيب على خاطر خاطرو، كل مره مره نحاول نشوفو فين وصلو ليك الشطه، حتى كيولي ما كيبقاش هذيك اللون تيبان، عاد نقلبو على الوجه الاخر. كنبقاو بلا كيطيب حنا كنستاو فيه، اللي ما كيبغيش الزيت يقدر يدير شويه غير شويه ديال الزيت مع داك لاصوص ديالو اللي تيطلق تيطيب. طيب كل شيء طيب زين مزيان. دابا غادي نخلطي داك الحامضة اللي عصرنا،
هادشي خصو يطبخ مزيان حتى ديك الثومه كتذوب. كنحاول معاك بواحد الماكله غنغلي فيه شويه ديال القزبر غنوريكم. دابا غادي هذيك الصلصه ما كتشوفوش مزيان ولكن غير شويه الصلصه ديالها كطيب. نحاول معاك ديك الثومه مزيان. غادي نرمي شويه ديال الربيع، شويه ديال الربيع اللي قطعت دابا فخيف في المنجر. هذا هذيك الثومه اللي طابت ومعها هذيك شويه ديال هنا. غنجيب معايا واحد المعلقه تاع الفرماج بيض اختياري هذا وباش يعقد ليك الصلصه. معلقه هذه اختياريه اللي بغا يدير باش كتعقد ديك الصلصه باش كتعطيها واحد لاصوص تاع الحامض والثومه. القضيه هذه اختياريه اللي بغا يديرها يديرها، اللي مبغاش يخلي ديك لاصوص ديال الحوت هكذاك. هنا اللي بغى يزيد شويه تاع الهريسه في الحراره دابا هانتوما الروز اللي طيبت. غنجيب واحد الطبسيل، اي طبسيل بغيتو. دابا غنجيب غير باش غنصيب غير طبسيل واحد حاولي تبكوني مزيان عمرتي على مزيان. كل شيء حوت ولا صافي. نحاول نصوب. هنا عندي الخيار اللي غنديروه كامل تحت شديرو شويه تاع الخضوريه وصافي. يسربي شويه واحد ما شويه مطيشه يسربي. انا نعطيو فورمه ديال الحوت. هنا غنجيب داك الحوت اللي طيبت وكيطيب جوج زوين نديرها هنا. غنجيبو لاصوص اللي صورها ها هي. واحد الكمية مهمة راه هي اللي كتعطي اللون. حيت انا مجحومه على الهريسه هانتوما كهريسه. ها
حار راه هريسه. نتمنى توصلوا بالصحة والسلامة وبسلامتكم معايا وبالصحة. جربوا والله العظيم نبدلوا شوية هذاك الشيء الاخر الحوايج الاخرى اللي كنديروا. طب سي اللي زوين صيفي نتوما لاصوص اللي درنا راه ماشي صعيبة سهلة. وحنا الطبسيل تاع الصومو زوين بالصحة. وجربوا البنات وردوا عليا تبعوا نفس المراحل. ماشي اوبليجي نديرو الصومون نقدروا نديرو حوت واحد اخر بيض. نقدروا نديرو شي حوت واحد اخر بيض اللي ما فيهش شوك. كل واحد حسب الاستطاعه ديالو. كاين اللي يقدر يبدلو بالبيض تاع الدجاج بالصدر ديال الدجاج. انتما بالصحه.